الاساتذه الافاضل جدا، الساده المهنيين، اخواني الطلبه، حضور الكريم بصفته الاحترام الواجب. حقيقة اليوم أشعر بسعادة بالغة وباعتزاز عميق وبفخر كبير وأنا اليوم أتواجد بهذا الحرم الجامعي، هذه الكلية أتواجد بها بعدما كنت طالبا بها، تعلمت فيها أصول القانون على يد أساتذة أفداد. في الحقيقة لن توفي كلمات الشكر حقهم في ذلك، لأن الأستاذ مصطفى جوهر الذي كان أستاذي في أول تعيينه بهذه الكلية أعتقد سنة 1987، وأنا في ذلك الوقت كنت في السنة الثالثة من الكلية في الإجازة في إطار ذلك النظام القديم المهم أبقى شيء. في الحقيقة لما تلقيت الدعوة لم أتردد، قيل أن الملف بالاستجابة لها إيمانا مني بأهمية التكوين ورغبة كذلك مني في رد جزء من أفضل هذه الكلية العتيدة علي على شخص متواضع بما علمتني وكذلك بما أكسبتني التجربة المهنية التي راكبتها على مدى أكثر من 30 سنة في خدمة العدالة. الحقيقة لم أطلع على البرنامج الذي كان معدا من قبل لي، ولكن الآن يعني المداخلة تتعلق بمستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد. لا شك أنكم تعلمون جميعا بأن استكمال ترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة لا سيما بعد تنصيب مجلس أعلى للسلطة القضائية واستقلال رئاسة النيابة العامة وإسنادها للوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، وأقول كذلك يعني ابتعاد وزير العدل عن رئاسته للنيابة العامة، كان للزمن كذلك أن يتم التفكير في قانون يضبط هذه العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من جهة والوزارة المكلفة بالعدل من جهة ثانية في إطار تدبير الإدارة القضائية، لا سيما أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة آنذاك أكد التنظيم القضائي في يعني على حال يفتقد إلى الانسجام بحكم التعديلات المتلاحقة التي طالته. القضائية كذلك لم تكن تستجيب للنصوص التي استجدت والتي تم إخراجها إلى أرض الواقع. لذلك كان ميثاق إصلاح منظومة العدالة تضمن واحدة التوصيات تستهدف فعالية المنظومة القضائية وتحقيق نجاعتها في تدبير أمور قضائية. في هذا الإطار جاء القانون رقم 38/15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد بتاريخ 31 ماي 2020، صادق مجلس المستشارين بالإجماع على هذا القانون بعد ترتيب آثار على قرار المحكمة الدستورية في إطار قراءة ثانية. بعد أن تمت المصادقة على القانون خرج إلى حيز الوجود. يمكن تلخيص أهم ما جاء به هذا القانون أولا في استجماعه لمختلف القوانين الأخرى، من ذلك مثلا قضاء القرب الذي كان له قانون خاص به، قانون إحداث المحاكم التجارية، قانون إحداث المحاكم الإدارية. هذا القانون ديال التنظيم القضائي الجديد قام بجمع كل هذه القوانين في إطار قانون واحد، ثم قام
بتفصيل تلك المقتضيات بشكل واضح وتحديد مجمل اختصاصات جميع المتدخلين بالمحاكم سواء من محاكم متخصصة أو أقسام متخصصة، وبذلك تتحقق الحكامة في تدبير الإدارة القضائية. سأتحدث حتى أترك فرصة لزملائي عن بعض الآليات التي استحدثها قانون التنظيم القضائي الجديد، من ذلك مثلا مكتب المحكمة ولجنة التنسيق ولجنة الصعوبات. مكتب المحكمة نظمه المشرع كآلية تركيبته تضم كل من رئيس المحكمة ووكيل الملك بها ونائب لرئيس المحكمة ورئيس النواب ورئيس قسم قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم القضاة بالمحكمة وأصغرهم سنا. نعطيكم أنا غير بعض النقاشات التي أثرت حول هذه المواضيع يعني من خلال التطبيق العملي لها. أثير نقاش بخصوص المقصود بأقدم القضاة. شخصيا أثير لنا النقاش أثناء إعداد الجمعية العمومية لسنة 2023 ولتحديد هذا المكسب للمحكمة. قيل بأن أو قد يتبادر الذهن بأن المقصود بأكبر قضاة بالمحكمة والأكبر سنا، لأن خاصة أن القانون ما شرحش السن، قال فقط بأقدم القضاة بالمحكمة، فهل المقصود هو القاضي الأكبر سنا والأقدم أم الشخص الذي زاول تجربة أكبر داخل المحكمة؟ العمل يعني جميع المحاكم استقرت على أن المقصود بالقاضي الأقدم بالمحكمة، وإن لم يكن أقدمهم في السلك القضائي فهو المتواجد يعني منذ زمن أكبر داخل المحكمة، ولو كان هناك قاضي آخر أكبر منه يعني من حيث التجربة ومن حيث السن. يختص هذا المكتب بإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة خلال السنة القضائية الموالية. كذلك طرح نقاش آني في هذه الفترة إبان الانتقالات التي خرجها المجلس في إطار دورته الأخيرة، هل مكتب المحكمة سينعقد حتى في إطار الجمعية العمومية الاستثنائية أم أنه سينعقد فقط في إطار العمل النظامي له يعني في نهاية السنة خلال شهر نوفمبر إعدادا للسنة الموالية؟ النص القانوني يتحدث عن شهر نوفمبر، وبالتالي يمكن أن تعقد الجمعية الاستثنائية دون أن يحضر لها مكتب المحكمة. آلية أخرى نص عليها المشرع هي لجنة التنسيق. هذه اللجنة تتألف من رئيس المحكمة ووكيل الملك بها، رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة. وقد تحيي القراءة الأولية لهذه اللجنة بأنها تكرار أن نفس المهام يمكن أن تقوم بها لجنة واحدة، لكن حقيقة أن المشرع أراد أن يفصل بين ما هو تنظيمي وداخلي محض لا علاقة لباقي المهام القضائية القانونية والقضائية به، باستثناء طبيعة الحال هيئة المحامين باعتبارها فاعل رئيسي وشريك أساسي بنص القانون. لجنة أخرى أوردها القانون تتعلق بلجنة بحث الصعوبات. هذه اللجنة نظمها المشرع بمقتضيات المادة 18 من قانون التنظيم القضائي، تتألف من رئيس المحكمة
ووكيل الملك ورئيس كتاب الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ونقيب هيئة المحامين أو من يمثلهم، بالإضافة كذلك إلى مهن قانونية وقضائية حسب موضوع الاجتماع. هذه اللجنة وانطلاقا من تسميتها تختص في البحث الصعوبات التي تعترض سير عمل المحكمة، وهي صعوبات بكل تأكيد لن تخرج عن صميم العمل التدبيري للمحكمة، وهي يمكن أن نقول بأنها امتداد للجنة الثلاثية المتواجدة بمحكمة الاستئناف والمؤلفة من الرئيس الأول الوكيل العام للملك ورئيس كتابة الضبط. أكيد أن هذه اللجنة على مستوى محكمة الاستئناف عرفت نجاحا، بالتالي أراد المشرع أن يعممها كذلك على مستوى المحكمة والمحاكم الابتدائية، وأضاف لها كذلك باقي المهن الأخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك من قبيل المفوضين القضائيين والعدول والنساخ والتراجمة والموثقين والخبراء. هذه اللجنة لها دور كبير في تدبير العمل القضائي بالمحكمة. أريد فقط أن أشارككم وأشارك الحضور الكريم في تجربة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في تنزيل هذه الآليات. أولا أؤكد لكم أنني ومنذ تشريفي برئاسة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ووعيا مني بأهمية العمل الجماعي ودور فريق العمل المتكون من مختلف نواب الرئيس في تدبير وفي تحقيق المجالات القضائية ولتفادي كل العراقيل وللوقوف بشكل دقيق على جميع يعني العراقيل التي تحد من المجالات القضائية، فقد تمت استحداث آليات أخرى، وهذه الآليات تتمثل في إشراف كل نائب للرئيس على شعبة بهذه المحكمة. بطبيعة الحال يعني هذا التفكير وهذه الآلية ليس من باب الطرف الفكري يعني ولا من باب فقط يعني وضع مجموعة ديال اللجان على العمل داخل المحكمة، ولكن هذا يعني هاد الرؤساء ديال الشعب أسندت لهم مهام في غاية الأهمية وبدقة محددة يمكن تلخيصها في مهام. أولا ما يقوم به رئيس الشعبة باعتباره يمثل مؤسسة الرئيس، أولا أن يقوم بالمتابعة الدقيقة لأداء الشعبة وأن يعقد اجتماعات شهرية مع قضاة الشعبة، إما شهرية أو كلما دعت ضرورة إلى ذلك، وهذا الاجتماع موضوعه محدد في إطار جدول أعمال معين يهدف إلى مناقشة أداء الشعبة وتوحيد منهاج العمل وتوحيد كذلك توجهات واجتهادات داخل نفس المحكمة، لأن تعلمون جيدا أن هذه المحكمة تعقد يوميا أكثر من 16 جلسة في اليوم التالي. هناك مجموعة من الهيئات في شعبة السير مثلا هناك 15 إلى 16 هيئة، كذلك الأمر بالنسبة للجنح الطبي والجنح التبييني وغرف أربع غرف للتحقيق وهيئات للأحداث، وكذلك هناك مجموعة من الشعب الأخرى التي تستدعي وتتطلب توحيد الاجتهاد. وحتى يتم وحتى يكون هناك سير طبيعي الأمور لا بد من أن يتم عقد اجتماعات مع القضاة، وهذه الاجتماعات تتوج بتقارير
تكونوا محددة تحددوا فيها النقاشات من قبل هؤلاء القضاة. كذلك تم استحداث قاضي مكلف بإجراءات الخبرة. تعلمون جيدا بأن الزمن القضائي له أهمية في ظل التنظيم القضائي الجديد، وحتى لا يتم هدر هذا الزمن القضائي لا بد من التحكم في الآجالات المحددة من قبل المشرع. وهذا القاضي المشرف على شعبة الخبرة يقوم برصد جميع الملفات التي تؤخر بسبب عدم إنجاز الخبرات داخل الأجال المحددة من طرف المحكمة، لا سيما بأن هناك شعاب تعتمد كثيرا على الخبرة مثل ملفات السير في إطار الخبرات الطبية والخبرات الحسابية، ولا بد أن يتم احترام هذه الأجال من قبل الخبراء وكذلك من قبل هيئات المحكمة. وتوجت كذلك يعني هذا العمل الذي قمنا به باستحداث لجنة للتقارير والدراسات وتقييم الأداء. هذه اللجنة يترأسها أقدم قضاة نواب الرئيس، وبعضوية جميع نواب الرئيس تقوم باستثمار وتنقيح تلك التقارير التي ينجزها نواب الرئيس بكل شعبة على حدة، ويتم اعتماد مخرجاتها كجدول أعمال لاجتماعات لجنة بحث الصعوبات وكذلك لجنة التنسيق التي استحدثها قانون التنظيم القضائي الجديد. هذا التأسيس لهذه الأدوات الرصد قمنا به حتى قبل دخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ، وأحددنا هذه اللجان والحمد لله تسير بشكل جيد. ونعتقد أن اعتماد مثل هذه المقاربات من قبل باقي المهن القضائية الأخرى أكيد أنها ستحقق الغايات التي ابتغاها المشرع من هذه